إذن أعزائي، هذه المجموعة الجميلة ما شاء الله من المهرات العربية الأصيلة، وباين راح نشوف علامات مهمة، تنافس شديد، وأيضا هذا المستوى لبطولة قطر 25 المحلية للخيل العربية الأصيلة. ما شاء الله أعداد كبيرة ومستوى رائع وحضور، كان الله في عون الحكام، حضور قوي، جميع هذه المهرات العربية الأصيلة تغادر بعد أخذ الانطباع الأول، لكن أنا أجزم أن سادة الحكام ينتظرون كل مهرة على حدة كي يعرفوا التفاصيل الكثيرة من بعيد. ما شاء الله جميعها جميلة ورائعة ومميزة، ننتظر التفاصيل الدقيقة والقليلة كي يميز الحكام السبع المراكز الخمس الأولى. الخروج بهدوء من أرض الميدان والانتظار بشغف لكل مهرة لتختال بجمالها، بأصالتها، بقوتها، بتاريخ أجدادها بأرض الميدان. بخروج جميع المهرات يحمي أول مهرة تجهز حالها لنستقبلها بشغف. أولى الجميلات تتفضل إلى أرض الميدان، فيرس، فيلي، جو. أولى المهرات شاهدناها من خلال الحركة، وتعود الآن من خلال المشي ذهابا وإيابا، والمنافسات الجميلة تبدأ هذه الليلة. منافسات المهرات الجميلات والمنافسات الرائعة التي نعتز ونحبها. أنا لا أقول منافس، ولكن أقول الاحتفال بكل مهرة، كيف لا، وأن المالك والمالك الآخر جالسون على طاولة واحدة يشجعون مع بعضهم البعض، هذا يحصل فقط مع الخيل العربية الأصيلة. الجميع، جميع المالكين معظمهم يجلس على طاولة واحدة ويشجع جميع المهرات، والتي تأتي في المراكز الأولى نفس المالكين يقومون ويباركون لبعضهم البعض. هذا ديدن المربي القطري الرائع، عندما تكون هناك نتيجة يقوم ويباركون لبعضهم البعض، لأنهم يعلمون أنهم لديهم الخير والبركة من رب العالمين سبحانه وتعالى، ليس من المركز الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا من البطولة، هم لديهم البركة من رب العالمين. تنهي هذه المهرة. أوكي، نستقبل المهرة التالية برض الميدان. نيكست.
إلي to go. طبعا اوقفنا الموسيقى لرفع اذان المغرب، راح نكون من غير موسيقى. انتظر اولى النتائج للمهر رقم 160 سلطانة العمار من الاب عمار الناصر ومن الام جوري الشحانية المالك مربط العمار. Thank you. Can I have next fill please? Next fill to go. طبعا من غير موسيقى. لدي الآن نتائج أولى الأفراز رقم 160 سلطانة العمار سكور في نمبر 160 تايب الهوية العربية يونانيمس 19 من جميع الحكام هيد أند نيك الرأس والرقبة 19 18 18 18 18 18 بادي الجسم يونانيمس 18 18 جميع الحكام ليكس قوائم 16 15.5 15.5 15.5 16 15.5 16 موفمنت الحركة يونانيمس 19 19 جميع الحكام التوتال سكور 90.70 لسلطانة العمار 90.70.
Thank you. Next, please. المهارة التالية إلى أرض الميدان، اتفضل. لدي الآن نتائج المهر رقم 162 اتش زد ماركيش، هذه مراكش. مراكش من الأب فلاح شقب ومن الأم بطلة الشحانية، أما المالك وأبونا الخيل العربية. سكور فيلي نمبر 162، تايب الهوية العربية 19.5 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
فاصلة 70، لكن زيد مراكش هي أعلى بالهوية العربية، فهي بتكون قدام سلطانة العمار بالنسبة للمراكز بفرق الهوية العربية بنفس الرصيد، لكن الهوية العربية كانت لمصلحة مراكش. Thank you. Next, Billy, please.
لدينا نتائج المهر رقم 161 الجدعة العمار من الأب عمار الناصر ومن الأم سهود الشقب، المالك والمربي مربط العمار. فور تايب لهوي العربية 19.50. إذن 90.50 للجدع العمار. نتابع وإياكم هذه المهرة في أرض الميدان رقم 164. Thank you. Next, ready to go. المرة التالية تفضل. إذن لدي الآن نتائج المهر رقم 163 وهي كلثام الخور من الأب إكواتوز الجاسمية ومن الأم سي أس خالدة. أما المالك ومربط الدواسر والمربي مربط الخور. سكور في نمبر 163 تايب الهوية العربية 19.50 للمهر رقم 163 كلثام الخور. اللحظات الأخيرة لهذه المهرة تنهي. Thank you.
ونستقبل المرة التالية. Next go. أذهب الآن إلى المهر رقم 164 جوري جزيل، جوري جزيل من الأب شمس الدين إي ومن الأم إي كي إس فاتنة المالك والمربي الأستاذ يوسف مبارك الكواري. سكور بلي نمبر 146 تايب الهوية العربية 18.5 هذه علامة المهر 164 جوري الجزيل. You. Can I have next fill please? Next filly to go. لدي النتائج المهر رقم 65 وهي وجدة الغنية. وجدة الغنية هي من الأب العب الوعب ومن الأم سنتا كي إي. أما المالك والمربي فهو مربط الغنية.
سكور في نمبر 165 تايب هوي العربية 18.5 19 19 19 18.5 19.5 هذا النك راس الرقبة 19 19 19 19 19 18.5 بادي أديسون 18 17.5 18 17.5 18 17.5 18 legs قوائم 15.5 4 times 15 15 and 15.5 movement الحركة 19 19 19 18 18.5 18.5 18.5 total score 89.70 89.70 مجموع علامات المهر رقم 65 وجد الغني إذا 89.70 جمعتها وجد الغني لغاية الآن ننتظر انتهاء من هذه المهرة لنستقبل المهرة التالية شكرا ومرحبا بالمهرة التالية تتفضل إلى أرض الميدان next Philly to go إذن الآن نتائج المهر رقم 66 ميمي لابرنس ميمي لابرنس ومن الأب اس اي از سنباد ومن الأم فوق الباس المالك والمربي الأستاذ علي عيد المهندي سكور نمبر 166 تايب العربية 18.5 19 18 18.5 19 19 18.5 body adjacent 18 17.5 18 17.5 18 17.5 17.5 legs قوائم 15 15 14.5 15 15 15.5 movement الحركة 19 18 18 18.5 18.5 18.5 score 88.50 مجموع علامات ميمي لابرنس هذه المهرة رقم 168 بأرض الميدان المهرة الأخيرة شكرا أوكي next mirror to go next field to go المهرة التالية لأرض الميدان
تدعي الى نتائج المباراه رقم 67 رعد الشقب، الشقب من الاب مروان الشقب ومن الام عزيزة الشقب. اما المالك مربط العديد والمربي مربط الشقب. فور تايب له العربية 89.90 للمهر رقم 67 وهي رعدة الشقب. 89.90 لرعدة الشقب. شكرا واهلا بالقادم الان الى ارض الميدان. Next Philly to go. لدي الآن نتائج المهر رقم 68 العمارية العمار من الأب وادي الشقب ومن الأم بنت الإشراف. أما المالك والمربي مربط العمار. فور تايب له العربية 19 19 19 18.5 18.5 19 18.5. هذا النقر رقبة 19 18.5 18.5 19 18.5 body adjustment 18 18 17.5 18 2 times 17.5 legs قوائم 15.5 15.5 15 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
Next, Philly to go.
إذا لدي الآن نتائج المهر رقم 69 وهي جنى الغنية، جنى الغنية من الأب فادي الشقب ومن الأم ربيعة كي اتش، المالك المربط الغنية والمربي السيد علي خليفة سويدي مور تايب بالهوية العربية 19.5 19 19 18.5 19 19 18.5 19 19 18.5 19 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
الغنية 90.20. Next please. على التالي تفضل. اوكي، لدي الان نتائج المهر رقم 171 هند الخور. هند الخور من الاب فارس الريان ومن الام حليم الخور. اما المالك والمربي مربط الدواسر. سكور في نمبر 171 تايب الهويه العربيه 19 18.5 19 18.5 18 18.5 18 18.5. هذا 19 18.5 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 18.
Thank you. Next please. المرة التالية.
إذن لدي الآن نتائج المهر رقم 170 هلالة الريح، وهي من الأب أمير الريح ومن الأم شموس الشاهين. أما المالك والمربي مربط الريح للخيل العربية الأصيلة. سكور في نمبر 170 تايب لهوي العربية 19.5 هذا الرقبة 19.5 الجسم 18.5 legs قوائم 15.5 16 4 times 15.5 movement الحركة 18.5 19 18.5 19 18.5 19 total score 90.50 90.50 وعلامات هلالة الريح 90.50. Thank you. Next please. على التالية. إذن لدي الآن نتائج المهر رقم 172 شمس تي سكورف لي نمبر 172 شمس تي شمس تي باي وادي شقب أوت أوف بي تي سيرا دبليو سي أف أون باي تي ستاد فور تايب لهوي العربية 19.5 19.5 18.5 19 19.5 body adjustment 18 17.5 18 18 18 18 legs قوائم 15 15 15 16 15 15 15 movement الحركة 19 19.5 18.5 19.5 19 and 19 total score 90.30 لشمس تي 90.30. طبعا لما يكون هنالك تعادل بيصل التعادل الهوية العربية استمر التعادل بيصل تعادل الحركة. Thank you. Can I have next fillet, please?
next Philly to go. لدي الآن نتائج المهر رقم 174 جوهرة العبية، جوهرة العبية للأب ناصر غيان ومن الأم أدلانا الشاهين. أما المالك فهو السيد ناصر زايد الشهواني المالك والمنتج لهذه المهرة. فور تايب له العربية 18.5 19 18.5 four times هذا النك على 18.5 19 18.5 18.5 19.5 18.5 body of the same 17.5 17.5 18 four times 17.5 legs القوائم 15 15 15 14.5 15 15 15 movement الحركة 18.5 18 18.5 18 18.5 18 and 18 the score 87.90 87.90 مجموع علامات جوهرة العبية. Thank you. Next please. Next Philly to go. إذن لدي الآن نتائج المهرة رقم 173 للوت العبية، للوت العبية من الأب كحيل الشقب ومن الأم إي إي أديفا المالك والمربي مربط العبية فور تايب بالهوية العربية
19.5 ما شاء الله هذا نيك راس ورقبه 19.5 ما شاء الله بدي الجسم 18 legs قوائم 15.5 2 times 16 15.5 3 times 16 finally movement أخيرا الحركة unanimous 19 total score 91.40 91.40 تتصدر للوة العبية next video to go إذن للوة العبية تحقق أعلى النتائج لغاية الآن بمجموع 91.40 وتتصدر هذه الفئة لغاية الآن للوة العبية هي المتصدرة برصيد 91.40 لغاية الآن طبعا سوري تو إليمينيتد فيلي نمبر 175 إذا نأسف في الاستبعاد المهر رقم 175 لأنها كانت تعاني من العرج لم يتم التحكيم لأنها كانت تعاني من العرج المهر رقم 175 سوري تو إليمينيتد فيلي نمبر 175 because it was lame آخر المهرات في أرض الميدان وللوة هي المتربعة لغاية الآن آخر المهارات سوف تنهي الآن Thank you judges Thank you ring master And Thank you DC يعطيكم ألف عافية الحكام مسؤول ميدان ولجنة الانضباط هذا صطارق يعطيك العافية إذن ننتظر العلامات المتبقية لنعلن النتيجة النهائية يعطيك العافية دكتور عبد الوهاب عميرة يعطيك العافية أستاذ علاء حماد يعطيك العافية أستاذ جاسم ننتظر وإياكم العلامات المتبقية إذن لدي الآن نتائج المهر رقم 176 نورا كيال نورا كيال من الأب إف إي الرشيم ومن الأم وكرة أما المالك والمربي مربط كحيل وارتايب الهوية العربية 19.5 19.5 18.5 18.5 هذا نك على صور رقبة 19.5 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
بادي على الجسم 17.5 18 18 17.5 4 times legs قوائم 15.5 16 15.5 15 15.5 15 and 15 movement الحركة 19 19 18.5 19 18.5 18.5 that score 90 points 90 علامة لنورة كي ال. انتظر النتيجة المتبقية. نتيجة متبقية، هل تبقى للوة أم يكون لآخر مهارات كلام آخر؟ ما رأيكم؟ توقعوا. هنالك منافسة من آخر مهرة، هل تبقى هي اللولوة ولا لآخر المهرات كلام آخر؟ لرقم 177 كتارة هي ال، هل يكون لها كلمة كتارة وتروع كتارة ولا اللولوة بطلة هي المسيطرة؟ شو رأيكم أنتم؟ توقعوا. والله الأمر خطير، كتارة ترى اسم كبير، كتارة اسم كبير، ما أظن ترضى كتارة إلا ما بعرف. هل هكون تنافس قوي بين كتارة وللو حقيقة؟ أنا أشوف بالملعب يعني المستوى مميز بين كتارة وللو. ننتظر النهائيات والآن نذكر العلامات بعد أن تصلني ونشوف لسه ما وصلتني. طيب we have score for the number 77 كتارة KL. كتارة KL من الأب فيال رشيم ومن الأم منيرة جي المالك والمربي مربط كحيل. فور تايب الهوية العربية 19.5 19 19.5 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 19.
تايم 15.5 3 تايمز 14.5 15 15 15.5 فاينالي موفمنت اخيرا الحركه 19.5 19 19.5 19.5 19.5 18.5 19 تو السكور والله كانت منافسه قويه 91.20 في المركز الثاني كتارا 91.20 وللو بقيت في المقدمة إذن كتارا 91.20 وللو بقيت لعبية في المقدمة إذن المركز الأول منافسة كبيرة شديدة فيرست بليس فيلي نمبر 173 للوة العبية ألف مبروك للجميلة الرائعة للوة العبية المركز الأول بمنافسة شرسة معها ومع كتارة سكند بليس المركز الثاني في نمبر 177 كتارة كي ال ثيرد بليس المركز الثالث في نمبر 162 المهر رقم 162 اتش زد ماركيز فورث بليس المركز الرابع في نمبر 160 المهر رقم 160 سلطانة العمار فيفث بليس المركز الخامس في نمبر 161 الجدعة العمار الف مبروك لجميع الفائزات يتفضل مشكورا الأستاذ سعيد علي الكبيسي نائب رئيس قسم الجمال يتفضل مشكورا لهم منا كل التحية والتقدير تتويج الرائعات حقيقة يعني فئة رائعة مميزة كان تميز بين المراكز الأولى واستطاعت للو العبية أن تحرز المركز الأول بعد منافسة شرسة من كتارة كي كانت منافسة قوية أعشار قليلة من العلامات بين المهرتان الجميلتان الرائعتان وكلهن رائعات مهراتنا العربية الأصيلة
دعونا نبارك للجميلة الرائعة التي حصلت على المركز الأول وهي لولو تعبية من الأب كحير الشقب ومن الأم إي أديبة، ونبارك لمربط العبية الرائع. ألف مبروك لمربط العبية المتألق المركز الأول، مبروك لمربط العبية المركز الأول. ويتفضل مشكورا الأستاذ سعد علي الكبيسي نائب رئيس قسم الجمال بتتويج الفائزات. كل الشكر والتقدير للأستاذ سعد علي الكبيسي نائب رئيس قسم الجمال لتفضله بتتويج الجميلات. عبية ما شاء الله عليها لعبية، وفعلا كانت موجودة بقوة للوة العبية. ما بعرف هي أصل عبية ولا لا، لازم مالكها يعرف، لكن ما شاء الله عليها. كان عبية ولا كحيلة ولا كبيشة ولا معنقية ولا صقلوية، كلهن مهرات عربيات رائعات. ألف مبروك للمربط الرائع مالك هذه المهرة الرائعة، مربط لعبية، مبروك. وننتقل لكتارة التي كادت أن تلحق بالعبية الخسارة في آخر لحظة. كتارة المتألقة صاحبة المركز الثاني، لكن عبية تشبتت بالمركز الأول. ألف مبروك لكتارة المهرة الرائعة، كتارة كي ال. مبروك لمربط كحيل الرائع، ألف مبروك لمربط كحيل المميز المركز الثالث. نبارك للمهرة رقم 62 اتش زد ماركيش، ونبارك للمالك وهو حبونا أريبيانز. ألف مبروك لحبونا الخيول العربية الأصيلة، ألف مبروك. والمركز الرابع كان نصيب رقم 160 وهي سلطانة العمار، نبارك لمربط العمار الرائع، ألف مبروك. وننتقل للمركز الخامس رقم 161 A ال جدعة العمار، أيضا العمار الرائع، ألف مبروك لمربط العمار المميز، لك منا كل التحية والتقدير مربط العمار، ألف مبروك. والشكر والتقدير للأستاذ سعد علي الكبيسي نائب رئيس قسم الجمال، له منا كل التحية والتقدير لتفضله بتتويج الفائزات. إذن أعزائي سوف نكون مع استراحة لمدة 35 دقيقة ونعود وإياكم نكمل باقي الفعاليات. So we had break for 30 minutes. Okay, 35 minutes. 35 minutes break and we'll continue the classes. We have two classes tonight. So we have break for 35 minutes. And see you after the break. Thank you.